يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو اغتسل رجل لأجل يوم الجمعة فهل يكتفي بذلك عن الوضوء؟ كونه يتوضأ ثم يغتسل هذا هو الأفضل، وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال، اغتسل وعمم الماء على جسمه ناويا للطهارتين فله ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فتدخل الطهارة الصغرى طهارة الكبرى، يدخل الوضوء في الاغتسال بالنية. نعم، لكن خلاف الأفضل. نعم. كذلك يقول حفظك الله: ولو اغتسل في يوم غير الجمعة فهل يختلف الحكم في ذلك؟ إذا اغتسل غسلا مسنونا ونوى معه الوضوء لا مانع، أما يغتسل للتبرد لا، هذا ما هو مسنون، هذا مباح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كيف تغتسل للتبرد أو لإزالة الوسخ أو ما أشبه ذلك؟ هذا ما هو مشروع، هذا مباح. نعم.